والله من أخطر الأمور التي انتشرت في هذا الزمن عدم الحياء من الله، المجاهرة بالذنب، يصدع في كل مكان أنا الذي فعلت وأنا الذي سويت وأنا الذي سافرت وعملت كذا وكذا، البارحة قمت بكذا. إخواني، المجاهرة بالمعصية أمر خطير. ثلاث مزالق خطيرة في المجاهرة. الأولى عدم الحياء من الله. إذا لم تستحي من الله فلمن تستحي؟ أنت لا تنظر إلى الشيء إلا بعين أعطاك الله إياها، ولا تسمع إلا بأذن أعطاك الله إياها، ولا تتمتع أصلا بأي شيء إلا بصحة أعطاك الله إياها. أمن الأدب أن تقابل هذا كله فتقول للناس أنا لا أبالي، كأنك تقول لا أبالي بالله؟ هذه الأولى. الثانية، هل أنت عندك استعداد أنك تتحمل أوزار الناس يوم القيامة؟ عندما تجاهر فأنت سوف تشجع الناس على الذنب، سوف تسهل للناس الذنب، سوف توصل للناس الذنوب والمعاصي، فهل عندك استعداد أنك تحمل أثقالك وأثقال الذين معك؟ عندك استعداد؟ أنت عساك تسلم يوم القيامة. فإخواني انتبهوا، المجاهرة هذه خطورتها. أيضا المسألة الثالثة والخطيرة، كل أمتي معافى يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام إلا المجاهرون. هذا الذي يجاهر لماذا يعني يمسي يستره الله ثم يصبح يفضح نفسه، هذا لا يعافى ولا يغفر له إلا إذا رحمه الله وشاء الله أن يرحمه. في إخوان تبوا من المجاهرة، إذا بليتم فاستثيروا. أسأل الله أن يسترنا وأن يرزقنا الحياء منه سبحانه.